يا لهوي صعبة قوي دي. لا لا مش كل حاجة طبعا. لا 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 قصة وبتتحكي حلوة، قصة وبتتحكي جدا. هنا وستوب، انا مش تعبانات خالص. بيشغل بيحك وانا ايدي تحت، هو يحك وانا صوت، هو يحك. يا عم اقف يا عم، يا عم خنقتنا انه يقف ويسمع الكلام. مفيش حبيبي يا عم، بنت 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 يا الميت بس الاسود. انا مره دخلت قريه في الساحل الشمالي، عارفه انت موضوع الباسز والجو ده، ما كانش معايا باس، غنيت للامن دخلني. بس هي بتمشي كده، قلت له غني لك اغنيه، قال لي طب لو صوتك حلو هدخلك. رحت غنيت له اغنيه، قال لي والله ما هكسفك راح دخلني. اه يا عيني يا ليل، ده اللي قلت علي حبيب. كوميونيكيشن از كي، ده لاي علاقه. انا يوسف جابرييل، عندي 23 سنه، بغني وبمثل. طفولتي انا وحيد، انا ما عنديش اي اخوات. اصحابي كانوا دايما محسسني ان هم اخواتي ودايما مع بعضينا كلنا. انا شخص بحب قوي الاوت دورز اكتر من ان انا افضل قاعد في البيت وبلاي ستيشن، او يعني انا ما جبتش بلاي ستيشن غير على كبر. فانا دايما كنت بره ودايما بلعب كوره، وكنت بحب المدرسه جدا جدا. في سنه انا خدت جايزه ان انا ما غبتش يوم في المدرسه، انا كنت بروح كل يوم، بحب المدرسه، بحب اروح عشان اصحابي بس. وبتشيك وانا نازل، كان عندنا يونيفورم. شاطر، بص شاطر باللي هو بركز في الكلاس بس، لكن مش بقى هقعد اذاكر في البيت وكده وبس. وبابا نمى فيا حته الغنى، واكتشف ان في حاجه ممكن نشتغل عليها. وماما طبعا كتر خيرها كانت بتشجعني قوي على طول، ومن ساعتها وانا بغني شويتين يعني. لو مفيش تجديد ممكن ابتدي ازهق. دخلت التمثيل صدفه جدا، ما كانتش حاجه بلاند. انا اصلا اغني قبل ما امثل، وبنزل كوفرز على الانستجرام، وبحاول يعني بسعى في حته الغنى جدا. جالي بقى انستجرام دي ام من كاستنج دايركتور اسمه محمد شاهين مودي، وقال لي عايز تمثل. وانا بصراحه افتكرته بيهزر، وهزرت معاه وقلت له يلا وماله، نيتي هزار فقط. وقال لي طيب ابعت لي بقى مش عارف ايه، وبعت له كل اللي هو طالبه، وبعت لي عنوان، وقال لي تعالى على العنوان. ورحت على العنوان، وفعلا لقيت هناك كان في كاستنج بيحصل، وعملت الكاستنج والموضوع نجح. كانت صدفه غريبه جدا، ما كانتش بلان خالص، مش عارف. هو قال لي يعني على الكاميرا، كنت وانا بغني انا بحب، يعني انا بحب ابقى قدام الكاميرا، ما عنديش مشكله خالص، ومرتاح، ما بحسش خالص باي شاينس. فيمكن قال لي الكاريزما بانت شويه في الكاميرا، قلت له ربنا يخليك شكرا. اول اغنيه اتعلمتها غنى، يعني اتعلمت الغنى بيها، كان بابا كان بيعلمني يا عيني يا ليل بتاعت لؤي. نغنيها يعني؟ يا عيني يا ليل، ده اللي قلت علي حبيب، ولا داب ولا مال ولا ليلة كان قريب. يا عيني يا ليل، ده اللي قلت علي حبيب، ولا داب ولا مال، طب وانا ليلة كان قريب. احنا اصحاب اكتر ما احنا اب وام وابن، يعني بتعامل معاهم، بحكي لهم مشاكلي، لو في اي حاجه عايز اخد رايهم فيها. بنلعب مع بعض، نخرج مع بعض، يعني انا وماما على البحر راكت على طول. انا وبابا المزيكا هي اللي بتجمعنا، فدايما بقى نقعد نطلع مزيكا من هنا، نروح كونسرت هنا مع بعض، نحضر مش عارف ايه مع بعض. انا مش هقول غير ان انا ولعت في البيت في مره، يعني مش هشرح اكتر من كده، يعني مش محتاجه. خدت من بابا، بتهيألي بابا بيغني، فخدت من بابا الصوت الحلو. وماما دايما بتقولي انا شبه بابا في الحياه اليوميه قوي، من ناحيه طريقتي في الكلام، حاجات اللي هو مثلا بحب اصلح قوي اي حاجه، ما جيبش اي حد يصلح حاجه غير لو انا جربت فيها. وبس ماما بقى، ماما طيبه، ماما كمان في الشغل والانضباط، مفيش في مواعيد برضه، مفيش هزار. انا مواعيدي زي الزفت، بس بحاول اتعلم منها، فدايما باخدها مثل اعلى في الحته دي. الاثنين بيساعدوني من نواحي مختلفه. اقول لك على احساسي لما طلعت غنيت مع تامر حسني في المسرح. اليوم ده كان يوم مش هيتنسي، يعني اصلا دخلتي لما احنا كنا واقفين ورا، وهو كان قدمنا او شغل الاغنيه بتاعت كام باك تو مي، واحنا طلعنا، فطلعت الستيج وانت طالع قدام الالافات من الناس اللي واقفه. انا بجد بجد ما كانش عندي رهبه خالص، انا كنت طالع من كتر الحماس. انا مش عايز امشي، انا عايز افضل واقف، والناس هايبر، واللي بيغني مع الاغنيه افكت تامر حسني. يا جماعه تامر حسني برضه في الحته دي جامد قوي، هيز شومن، شومن شاطر قوي. اليوم ده يوم مش هيتنسي، وبالنسبه لي احلى يوم صراحه في حياتي سو فار. ممكن ما اعرفش ايه بقى اللي هيحصل قدام،
لكن لا الحمد لله يعني كان يوم جميل جدا جدا. لا 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 هنا وستوب. انا مش تعبانات خالص خالص. لا يعني لا هقول لك حاجه. لا مش هقول لك حاجه. مفيش حاجه تقال. لا مش تعبانه صدقيني. لا بالعكس انا بتاع اصحابي الاولاد والبنات. على فكره مش كل الصفات بتنطبق على كل الناس بتاعت الابراج يعني. هي مره واحده الباقي صحابي جد اخواتي جدا بجد بات فريندز. لا لا اخواتي احنا كلنا اصلا جروب واحد. ف يعني اصحابي هم اصحاب الشخص التاني وما فيش اي خالص اي حاجه يعني في المستخبي يعني. انتوا شوفوا بقى انا مرتبط. دمعتي قريبه بسبب الافلام والاغاني جدا يعني. ممكن اعيط بسهوله جدا لو سمعت اغنيه يعني هتفكرني بحاجه هعيط ايزي. بس انا ممكن ما اعيطش في موقف ساعتها بس ممكن بعد الموقف بشويه ابتدي اعيط بقى ابتدي افتكره او يحصل لي حاجه واقعد اعيط. حد يعني من عيله عندنا توفى قريب كنت قريب ليه جدا فاتاثرت قوي. ممكن اعاتب نفسي على وقت كتير ما قضيتوش مع ناس معينه بس اثرت من ناحيه ان انا كنت ممكن اقعد مع الناس دي اكتر او كمان اثرت مع نفسي في opportunities كنت ممكن امسك فيها اكتر في حياتي. استسهلت الموضوع وصراحه وخدتها فور جرانتد جدا. هل انا بشوف نفسي انسان كويس؟ اتمنى كل الناس تكون شايفاها ناس تكون شايفه نفسها كويسه لان انت اللي انت بتفكر فيه عن نفسك هو ده اللي هيرفلكت للناس. يعني انت لو فضلت تقول انا وحش انا وحش انا وحش ده بجد انت هتطلع الوحش اللي جواك. يعني انت انا بؤمن قوي بحته اللو اوف اتراكشن دي. اهم حاجه ان انت تكون مقتنع ان انت من جواك كويس وان انت يور انف عشان ما تحسش او ما تحسش اللي قدامك او اللي يظهر يبقى فعلا اللي انت عملت تحشر دماغك بيه. واهم حاجه تكون الناس شايفاك a good person. يعني كنا في رحله في مع الجامعه في كينيا ورحله بطوله يعني كوره وكذا رياضه تانية في نفس الوقت يعني. فاحنا كنا طالعين وكان معانا فريق باسكت وكان معانا ولد الله يرحمه اسمه كريم. كريم كان طالع معانا واوت اوف نوير حصل له يعني مشكله يعني كارديك ارست كده واتنقل على المستشفى بس ما تلحقش هناك في كينيا. انا كريم ده شفته مره واحده بس في رحله انا ما كنتش اتعاملت معاه خالص. كم الحب اللي شفته من فريق الباسكت اللي كان هو معاه هناك انا ما اعرفوش بس انا واقف بعيط من كتر المنظر مش من الموقف بسبب انا بعيط من اللي انا شايفه حواليا. يعني ايه ده انت اثرت في ناس كتير قوي كده وكميه بقى القصص اللي اتحكت عن مواقف وهو عم مر بيها مع ناس حسيت ان دي كانت حاجه مؤثره جدا. شخص انا ما اعرفوش حسيت ان هو اعرفه بقالي سنين جدا. دي اكتر مواقف اللي اثرت فيا. انا مره دخلت قريه في الساحل الشمالي عارفه انت موضوع الباسز والجو ده انا ما كانش معايا باس غنيت للامن دخلني بس هي بتمشي كده. قلت له غني لك اغنيه قال لي طب لو صوتك حلو هدخلك. رحت غنيت له اغنيه قال لي والله ما هكسفك راح دخلني. الموضوع بسيط بس هل غنيت لحد عشان اصالحه؟ طبعا. معاك قلبي بتاعت عمرو دياب. قول لي يا حبيبي ليه وانت عني بعيد انا شوقي ليك بيزيد وان جيت انا برتاح معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني شكت وحشاني معك قلبي والله ولا بنساك معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني ماليش غيرك حبيب قلبي يا احلى ملاك. شكرا شكرا ميرسي ميرسي. اغرب مسج جات لي مش فاكر مين طبعا شخص واحده بعتت لي بتقول لي انا بعرف اطبخ وبعرف اغسل واكنس واطبق وهسمع كلامك جدا ممكن تتجوزني؟ عرض زواج على طول انا مش انا هخش في الموضوع احنا لسه هنتقدم ونقول انا اسمي ايه وانت اسمك ايه بس. وطبعا شكرا ميرسي على العرض جدا بس يعني مش هينفع. يعني البيتش باجيز وكده طبعا تحت مسمى الموتوسيكلات. كنت راكب ورا واحد صاحبي مش عارف بقى بابا وماما يعرفوا القصه دي ولا لا. كنت راكب ورا واحد صاحبي وهو رفع بيا هورس بس هو البيتش باجي بيبقى فيه حديده ورا فانا ماسك في الحديد
وهو رافع بي هورس، فانا ايدي تحت الحديده، انا اصلا لسه معلمها لغايه دلوقتي، ايدي تحت الحديده وهو شغال بيشغل بيحك، وانا ايدي تحت، هو يحك وانا صوت، هو يحك يا عم اقف يا عم خنقتنا انه يقف ويسمع الكلام. مفيش برضو نفس الشخص بنفس البيتش باجي في نفس اليوم ولا لا كان يوم تاني، نفس الحكه يعني، كان في ظهري علمت شويه يعني، تعورت جامد يعني واتفتحت اتقشرت يعني جامد، بس كانت غويطه فعلمت بس. من ساعتها وانا ما بركبش يعني، ما بحبش اركب خالص ورا حد، ماليش خالص الحاجات دي يا عم. شكرا يا عم، خد نمرتي يا عم، خد نمرتي شكرا. تقليد شويه، لا ممكن اقلد لك انا حد مثلا، ممكن اقلد لك الليمبي محمد سعد، اقلد لك الليمبي وقطاطا ماشي، عشان انا بحب محمد سعد جدا، ويا جماعه الفنان بموت فيك بجد. قلبك فضل من صوته تنزل على الجنان، لكن الله يرحم قلامه بقى، اعمل حادثه ادخل في بق واحد لما البنطلون لما وفي بقى قطاطا حبيبي يام درنت 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 شوال يا وحل الميت نلبس الاسود والحقيقة مش عارف اكمل عشان هو يضحك. مواعيدي وحشه جدا صراحه، انا اسف واظن انتوا تشهدوا على ده. موضوع ان انا بتخن بسرعه جدا، نفسي غير الموضوع ده جدا، يعني انا باكل كتير جدا واظن دي المشكله، انا لازم ابطل اكل، انا فهمت المشكله لازم ابطل اكل، بس بدخل بسرعه وبس، لكن انا الحمد لله مبسوط باللي ربنا مديهم. اتمنى افضل اثليتيك يعني، اتمنى افضل صحي ورياضي لحد بقى ايه يعني، دايما بنبهر قوي بالناس الكبيره لغايه دلوقتي بتلعب تنس او بتلعب سكواش، باخدهم مثل قوي اللي هو يا رب في يوم من الايام ابقى زيهم، فدي حاجة نفسي تفضل معايا يعني. من أصعب الحاجات اللي مريت بيها اتصبت إصابة جامدة قوي في رجلي، جالي رباط صليبي، دي أوحش إصابة ممكن تجي لحد بيلعب كورة يعني، أنت بتقعدي أنا كاملة بس عملية وإصابة وسوري تأهيل، فدي بالنسبة لي كانت تاني أصعب حاجات اللي مريت بيها في حياتي، إن أنا بقى مضطر ما يأس يعني، لأن الواحد ممكن يجيله إصابة، في ناس ممكن تعيش بيها، أنت ممكن تعيشي بيها يعني. قررت إن أنا مش هجيف أب يعني وبس، وفي نفس السنة اللي بتعالج فيها بقى جالي دور مين قال، فهي ببان تتقفل وانت تفتح. موقف حصل لي في طفولتي كان يعني عندي حد في عيلتي برضو من اللي هو في سني، كان في سني بس اكبر مني، مش في سني قوي، في نفس الايدج جروب يعني مش كبير، كان سادن باسنج يعني، كان الشخص اتوفى يعني اوت اوف نوير، فهي كنت صغير، فالموضوع كان بالنسبه لي بقى انا مش الناس بتموت لما بتكبر يعني، انا مش فاهم ليه، والشخص ده بقى كان رياضي، فالموضوع كان غريب. اتمنى ما حدش يمر بالحته دي برضو، وهم في السن بتاع ان هو انت بتبتدي تفهم الدنيا فبتبقى صادن قوي يعني. لو جات لي فرصه انتقم من حد اذاني، لا I'm not raised على الحته دي خالص، انا مش متربيتش ان انا اذي اللي اذاني. في رابر مشهور قوي اسمه توباك قال جمله حلوه، قال لك ان لو حد اذاني او ما بقاش سالك معايا او حاجه في اي حاجه، انا مش عايز اشوف لك شر، انا اتمنى لك كل خير وكل حاجه، بس انت مش هتاكل معايا على نفس الترابيزه اللي انا قاعد عليها يعني، يو نوت بي سيتد معايا في منطقتي، مش هترجع تاني، انت شوف يعني احنا لو قاعدين على ترابيزه انت في حته وانا في حته، بس انا ابعد عني. فانا ما اتمناش شر لحد، بس ممكن يجي لي لحظه انتقام اكيد يعني، كلنا بيجي لنا اللحظه دي، بس ان انا اخد الفعل اتهيأليش. 40% يعني انا في كتير قوي انا عايز اعمله، كتير جدا عايز اعمله انا ما عملتوش في المزيكا، واتمنى في التمثيل وفي الشغل بقى اللي انا درسته يعني، لسه I'm not done خالص، واحنا لسه في فتره شبابنا، فاظن في طاقه وفي وقت، ما عنديش اي اعذار ان انا ما اقدرش اعمل حاجه، فلازم اتعب شويه الفتره الجايه دي. مشتت جدا ومش هنكر، انا تقريبا عندي اسمها ايه، هو في حاجه اسمها او في الاي دي اتش دي، انا عندي الاي دي تقريبا اللي هو I'm very easily distracted، بس بحسها مش حاجه يعني وحشه، بس جايه عليا بخساره يعني، اللي هو ممكن ابقى بعمل بروجكت اتشتت بروجكت تاني فاسيب ده في نصه وابتدي التاني، هي مش حاجه وحشه بالعكس، الافكار كتيره بس ما بخلصش حاجه، بحاول ادوس في كل حاجه، بس انا يعني هي مدارس، في واحد يقول لك لازم تحط 100% في حاجه، في ناس تقول لك حط 1% في 100 حاجه، فانا بحاول امشي بمقوله 1% في 100 حاجه واشوف هنوصل لايه، لو وصلنا لحاجه 100 100، لو ما وصلناش ممكن
داري يا قلبي عشان برضو الاغنيه دي بحبها قوي قوي قوي. مالك مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة متغير يا ما عن زمان، قافل على قلبك الببان، حبيت وفرقت كم مكان، عايش جواك احساسك كل يوم يقل، وتخطي وخطوتك تزل من كتر ما احبطك تمل، فين تلقى دواك بتودع حلم كل يوم، تستفرد بيك الهموم وكلكم الغربكم والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام، اهلا اهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير. داري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراقه يشوف. مرسي جدا. بحب كل أغنية أديها حتة identity. العربي العربي، في عربي بغربه، في غربي بشرقه. اتمنى تبقى حاجه كويسه، فكره ان كل يعني حاجه كويسه يعني ولا حاجه وحشه. حاجه غربي نشرقها على فكره، بس عايز اقول حاجه، بس انك تشرقي حاجه يعني مثلا تحطي عرب، تحطي مش عارف ايه، لكن انا مش هعرف اغير في ده تبرير واضح جدا على فكره. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause Radwa, you're amazing just the way you are. بحلم ان في يوم من الايام ابقى حاجه كبيره في المزيكا، ان اعمل المزيكا لما اربع بني ادمين قدامي يسمعوها، كل واحد ياخد الاغنيه دي بقصته هو. ده اللي بحسه بيفرق عن الافلام وعن المزيكا، ان الفيلم فيه سيناريو مكتوب وفيه قصه وفيه اندنج معروف، لانك هتخلص بطريقه معينه، ودي فيجن بتاعت كاتب وفي مخرج ورا الموضوع. المزيكا بتعمليها انت، انا ككاتب لو انا هكتب الليركس وهعمل الالحن، هعملها بحاجه انا كنت حاسسها ومريت بيها. ممكن لما انت تسمعيها تحسيها بحاجه تانية خالص، ولما جانا تسمعها تحسيها بحاجه تانية. بس فالموضوع يعني انا نفسي اوصل للحته دي، ابقى انفلونس بيبل وابقى معاهم في حياتهم بالمزيكا. انا عليها جمل